يعطيكم العافية. اليوم بدنا نشرح chapter 7 grade 10 اللي هو ال vibrations and waves. ال objectives لهيدا الدرس بعد ما نخلص الفيديوهات مفروض نحن نصير قادرين نميز between a vibration and a wave. شو هي ال vibration وشو هي ال wave وشو الفرق بيناتهم؟ ومفروض نعرف انه الويف تنقل انرجي ولكن ما بتنقل ماتر. ما نشوف اكسبيرمنتس بتبرهن هيدا الشيء. ما نتعرف على الكاركترستكس للويف بشكل عام وما نميز بين شيء اسمه ميكانيكال ويف والكترو ماجنتيك ويف. نتعرف عليهم اثنيناتهم ونشوف الفرق بين الاثنين. بداية خلينا نعرف شو يعني كلمة vibration. خلينا نشوف هيدول اتنين examples قدامنا. في عندي هون هيدا الشي بنسميه pendulum. فينا نشوفها هيدي مثلا بساعة الحيط. منلاحظ انه هيدي الطابة عم بتروح وتجي على نفس البوزيشن اللي كانت فيه بالاول ونفس البوزيشن يلي راحت عليه بالاخر. اوكي، كمان بهيدا الاكزامبل اللي عندي هون نلاحظ انه في عندي رسور وعليه طابة، كمان عم بتروح الطابة وتجي على نفس البوزيشنز يلي كانت فيهم بالاول واللي راحت عليهم بالاخر. شو هي الفايبريشن؟ الفايبريشن تعريفها هي عبارة عن regular to and fro motions of an object between two extreme positions. فهيدي to وهيدي fro، هيدي الروحة هيدي الرجعة، كانت هون وصلت لهون ورجعت لهون. هيدي الروحة والرجعة هي عبارة عن one vibration. اوكي، ونفس نفس الموضوع بهيدا الاكزامبل. هيدي الروحة عم بتكون هيك والرجعة عم بتكون هيك، وهيدول هن الاكستريم بوزيشنز اللي عم تعمل الفايبريشن بيناتهم. مين هيدي الطابة اللي قدام؟ الروحة مرة والرجعة مرة، بنسميها one vibration. وفي اسم تاني للفايبريشن هو oscillation. اوكي، oscillation او vibration نفس التعريف. اوكي، هذا هو تعريف الفايبريشن. طيب characteristics of a vibration. الفايبريشن تتميز بعدة خصائص. لنتعرف شو هني هيدول الخصائص خلينا نشوف هيدا الاكسبيرمنت اللي هو عندي pendulum. يعني عندي هون خيط ومعلق فيه ماس ومثبته على نقطة هون، وعندي تايمر. هيدا التايمر بشغله لحتى احسب وقت الروحات والرجعات. اللي حاعمله بهيدا الاكسبيرمنت بدي احسب قديش قيمة الوقت تعول الفايبريشن لوحدي. هلأ للضرورة ولحتى يكون دقيق شغلنا ما حنلحق نعير فايبريشن وحدة روحة رجع، لأنه يمكن تكون الوقت كتير سريع وما نلحق مثلا بالحياة الطبيعية انه نعير تايمر. اوكي، لهيك اللي حاعمله بهيدا الاكسبيرمنت اني عد 10 مرات روحة رجعة واخر شيء قديش بيطلع معي الوقت كله وبقسمه على عدد المرات اللي عملناها اللي هو 10. هيك بعرف قديش قيمة الوقت طول الفايبريشن الوحدي. فخلينا نشوف شو حيصير بهيدا الاكسبيرمنت. بالاول صفرت التايمر، اوكي، وحطيت البندلوم على زاوية 20 درجة وعم عد. صار مارق 3، عمنا نعد ل10، 5، 6، 7، 8 و 10. هون بوقف التايمر اللي عندي،
بنلاحظ انه طلع معنا تقريبا 20.2. فبعيد وبكرر هيدا الاكسبيرمنت مرة تانية لحتى اشوف الوقت طول الفايبريشن اذا بده يتغير معي ولا لا. اوكي، فاذا كمان بنلاحظ انه طلع معنا الوقت 20.2. هيدا شو بيعني؟ بيعني انه اذا 10 اوسيليشنز طلع معنا 20.2 وكونستانت، شو معناتها؟ الوقت للاوسيليشن الواحد قديش بده يطلع؟ حيطلع 2.02 تقريبا seconds. واكثر شيء مهم عندي بهيدا الاكسبيرمنت انه الوقت الاوسيليشن الوحده شو طلع؟ طلع كونستانت. بما انه طلع معنا شيء كونستانت، هيدا فينا نعتبره شو؟ خاصيه من خصائص الفايبريشن. يعني نحن اذا عندنا اوبجكت عم تعمل فايبريشن، تتميز الفايبريشن انه عندها كونستانت تايم اللي هو حنسميه نحن شو؟ بيريد. اوكي، البيريود هي أول خاصية من خصائص الفايبريشن حنتعرف عليها. حنتعرف على السيمبل اللي إلها اللي هو تي. اليونت بما إنه عم يشتغل على تايم، فإذا اليونت إن إس آي حتكون سكند. ديفينيشن هي constant interval of time. A vibrating object takes to make what? One vibration. يعني وقت الفايبريشن الوحدة هو منسميه شو؟ period، وهو أكيد constant. expression، كيف بدنا نطلع expression لهيدي ال period؟ نحنا عرفنا أن ال oscillation الوحدة أو ال vibration الوحدة يمت ال time إلى شو؟ t. طب إذا أنا عم بعمل measuring ل time معين وعديت عدد ال oscillations، إذا عندي n oscillations أكلت معنا t، شو صارت ال expression لل t؟ نعمل cross multiplication حنوصل لانه t بتساوي time measured، t صغير يعني، على n اللي هو number of oscillations. يعني بالاكسبيرمنت اللي عملناه عملنا 10 oscillations وطلع معنا جوابهم 20.2، ولهيك طلعت معنا ال period 2.02 seconds. اوكي، فاذا هيدي اول characteristic بدنا نحكي فيها لل vibration. تاني كاركترستيك بدنا نحكي فيها للفايبريشن هي الفريكونسي. السيمبل للفريكونسي اف، اليونت ان اس اي هي الهرتز. ديفينيشن للفريكونسي، تعريف الفريكونسي كتير مهم لنطلع الاكسبريشن. الفريكونسي هي عبارة عن عدد الاوسيليشنز يلي بيعملون هيدا الفايبريتنج اوبجكت بشو؟ بثانية واحدة. يعني بالثانية الوحدة كم vibration عم بيصير عندي؟ هيدا الشيء بنسميه شو؟ frequency. expression للfrequency، يعني نحن عرفنا انه عدد ال oscillations بالثانية هو ال frequency. طب اذا عندي n oscillations بوقت معين، يعني مثلا من قبل طلع معنا ب10 oscillation 20.2، كيف منجيب الفريكونسي؟ فبنعمل الكروس مالتيبليكيشن، حيطلع معنا انه الفريكونسي هي number of oscillations على duration او على time measured، هي n على t. بعكس مين؟ بعكس البيريود اللي هي t على n. فينا نستنتج استنتاج كتير مهم انه الفريكونسي هي الانفرس لمين؟ للبيريود. اذا هيدي n على t، البيريود t على n، فحتطلع معنا انه الاف شو بتساوي كمان اكسبريشن تاني هي 1 على تي اللي هي البيريود. اوكي، وفينا نقول كمان انه البيريود بتساوي 1 على اف. هيدي تاني خاصية للفايبريشنز. وبعد في عنا خاصية تالتة ما نحكي عنها، هي منسميها الامبليتيود. السيمبل للامبليتيود هو يا اما اي يا اما ثيتا او اكس ام. ثيتا هي عبارة عن رمز بنعتمده اكتر شيء للانجلز. اوكي، فاذا عم بحكي انا
طول length أو angle، ساعتها شو ممكن تكون اليونت؟ حتكون ممكن تكون meters وحتكون degrees. أوكي، فيا إما متر يا إما degrees. يعني متر إذا كنت عم قيس أنا طول معين، مثل حالة الرسور اللي كانت عندي بالإكزامبل الأولاني لما عرفت ال vibration، وديجريز لما إذا كان عندي مثلا pendulum هيدي مثل الشريط ومعلق فيه ماس وعم بيروح بين تو extremes، وبيكون شو هي ساعتها الامبليتيود؟ بتكون بالديجريز اللي هي ثيتا. شو الديفينيشن للامبليتيود؟ حنقرا الديفينيشن وحنوضحه ب examples. الديفينيشن: The amplitude is the maximum displacement of the vibrating object in either direction. هي قديش الماكسيموم displacement اللي صارت، ولكن من وين عم نقيسها؟ Measured from the equilibrium position. خلينا نشوف اثنين examples اللي عندي هون. إذا أنا عندي pendulum أو عندي يعني شريط ومعلق فيه ماس، هيدا الاكستريم بوزيشن وهيدا الاكستريم بوزيشن الثاني. وين الاكويليبريوم بوزيشن؟ يعني وين إذا ما كان عم يعمل اوسيليشن؟ هيدا حيكون على النص، ما بيكون في عندي زاوية بالمرة. فهيدا هو الاكويليبريوم بوزيشن. الامبليتيود حيكون مين؟ حيكون هيدي الزاوية اللي قسناها من الاكوليبريوم لعند الاكستريم، يا اما بهيدا الدايركشن او بهيدا الدايركشن. اكزامبل تاني على الامبليتيود، اذا كان عندي اياها بالميترز، عندي هيدا الرسور، الاكوليبريوم بوزيشن الطبيعي هو هون. اول ماكسيموم او اول اكستريم بوزيشن فيني اخده لهون، وتاني اكستريم بوزيشن حيكون عم بيفوت لجوا لهون. فالماس اللي عندي اياه عم بتروح وتجي لوين؟ على هيدول اتنين اكستريم بوزيشن. اخر شي حترسى وتهدى على الاكوليبريوم بوزيشن. مين بيكون الامبليتيود؟ حيكون هو من الاكوليبريوم لعند الاكستريم. في طريقة انه نحن نطلع فيها الامبليتيود، هي انه نقيس من اكستريم لا اكستريم بوزيشنز ونقسم هيدي المسافة على شو؟ على 2. ليش؟ لأنه من اكستريم لاكستريم هي مش A، هي 2A. نفس الموضوع من اكستريم لاكستريم بهيدي الحالة حتكون 2 ثيتا. اوكي، فبتكون هيدي الانجل كلها قسمي شو؟ قسمي 2. اوكي، يا اما من اكستريم لاكستريم قسمي 2، او سمبلي ناخد حيلا دايركشن ومنقيس من عند الاكوليبريم بوزيشن للاكستريم بوزيشن. هيك بنكون طلعنا الامبليتيود. اوكي، فيرست ابليكيشن على هيدا الدرس، اذا عندي انا طابة معلقة برسور وعم تعمل 40 اوسيليشنز ب 20 سكندز. اوكي، يعني اذا انا هون عيرت تايمر واكل معي وقت 20 ثانية، بهيدا ال 20 ثانية طلع معي 40 اوسيليشن. ومنلاحظ هون انه هيدي المسافة قيمتها 20 سنتيمتر. هيدي المسافة هي عبارة عن شو؟ من هون لهون منلاحظ انه شو عم تعمل؟ oscillation between these two extreme. فإذا هيدول اثنين ان extreme positions. السؤال بده ان يطلع ال A وطلع ال frequency وطلع ال period. بما انه عندي هيدول اثنين extreme، ساعتها ال amplitude is equal to شو؟ to the half of this described segment. هيدا السيجمنت اللي تكون من هيدي النقطة لهيدي النقطة قيمته 20 سنتي، فالامبليتيود حتكون هيدي ال 20 سنتي قسم 2، فحتطلع معي 10 سنتيمتر. لطلع فريكونسي عندي انا 40 اوسيليشن ب 20 سكند. شو هي الاكسبريشن اللي طلعت معنا؟ هي انه الاف بتساوي ان على تي. اوكي، يعني هي number of cycles ratio of the number of cycles and the time taken. يعني n على t اللي هي 20 oscillation على 20 second، فحتطلع معنا 2 هرتز. اوكي، اليونت للفريكونسي هي هرتز. وفي يونت تاني ممكن تشوفوها للفريكونسي هي per second او second minus one، هيدي كمان هي ذاتها بتكون الهرتز. اوكي، وكيف بدي طلع البيريود؟ فيني طلعها على الاكسبريشن اللي هي الانفرس تاعت الفريكونسي، يعني التي بتساوي 1 على اف اللي هي بتساوي نص، او فيني كمان شوفه شو اقول ان هي تي على ان، يعني هي 20 على 40 فبتطلع كمان نص سكندز. اوكي، هيك بنكون خلصنا اول قسم وتعرفنا على شو يعني اوسيليشن او شو يعني فايبريشن.